أخلاقنا بالعلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الإعراب، إعراب كباب كيسي والبناء، هذا محلهما ومبحثهما. فأما البناء، الإعراب إعراب كي هو إعراب التغيير أواخر الكلمة، كلمة آخر يال كيس واتاي دورسون كولا يال إلى هذا. لاختلاف العوامل، عوامش إسخلاف كذا أو غير نولا دورسوم، عوامش الداخلة جلس عليها على الكلمة لفظا من جهة اللفظ ينك دورسوم أو تقدير من جهة التقدير. وأقسام وأقسام تيسون أربعة، نافر وي رفع وي ونصب وي وخفض وي وجزم وي. فللأسماء وحوصنا ذي من ذلك الرفع بوصنا ذي والنصب بوصنا ذي والخفض بوصنا ذي ولا جزم وح جزم فيها واتى أسماء ذي حيكم صنان. وللأفعال وحوصنا ذي من ذلك الرفع بوصنا ذي والنصب بوصنا ذي والجزم بوصنا ذي ولا خفض فيها وخفض لكن حيكم صنان. علماء الله الكريم حنك قد قرينا باب الإعراب والبناء والبناء إيج وحلوس وقلي وحويان ولياين كابحن النحو كالإنسان، إنسان كوكالتوية جسد كي قود كلام النحاب بقوة مجتمع فيه قيود أربعة وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. جسد كحمنه ككوبية هنا أجزاء الكلام كي بقوة هايو وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف. إن طوان هاي سنة هذا إيقو حال لقالها هي جسد كقود مدبك أوقاضا هي مدبك أوقاضا هي وحاويا أما هو إعراب أما هو بني إعرابك وعدين إسكده بناءً مذو إسكده مركز سيدة دهو كلمة ده آخر كيد وحي نقونا إسا إما إعراب إنو كسوغن يهي أما إنو بنا كسوغن يهي لابضاء بنا نقونا إسا إعراب كاسو لكن شيخين إنو قاعد ضايا بناء وإنو قتي قواعد كم بوحيوه إنو يرضر هي مركز سوحوي لشيخين فعمل بناء بنه فهو بنه لغة من جهة اللغة وضع شيء شيء دجنتي والي هذا على شيء شيء لطلقه شيء باشي لدول لغاية على جهة الثبوت أتكان شو واتهي وضد واتهي جهة بان الله دول لغاية وحاوية شيء أو شيء لدول سارو سيوكو أتكادن الله سارو إيق مركي واتهي جاجور كان يلبن كان يبا مبارك بلوكيتي بلوكيتي لدول سارا أيو إيه شميتبان اللي قد بيشين أيو سيوكو أتكادو يا مركا الله سارا هيا مركب كلاتي يا كبد الله وحوها وضع شيء على شيء مطلقا أما سيوات كابها الله دول صار أم يا الله دول صارين إنت هسي بكل بدريجيهين. واصطلاعا من جهة شيسكا علماء يكون الشيئين وحاويا لزوم آخر الكلمة، كلمة آخر كذا لازمتان كذا حالة واحدة أي لازمتو كلمة آخر كذا هل كذا حالو إسكا لازمتو واسدا ويا إيقا قاما ولي كرنوبان بإسكا لازمي إنو عارض يما دوطا ضمير رفعه محرقاها ولا صحيح لسدمويين ساس يكون نقاني. مركب واسدة ويان من وكاد سكون كان بيسكن لازم إلا التقاء الساكنين ينسو وحي موين. مركب حيث وكالة اللغة هان ويان ساس وكلم بيسكن لازم إساء الضوات هاي اللغة بأين بدلين. وعلى كل حال ساس مركب يكون نقاني إسايو لزوم آخر الكلمة كلمة آخر كده لازم بل إلى حالة واحدة أواع البناجرة. وأنواع هنا أربعة نفر وي سكون وهو الأصل سبع أصل نحو كم وشيء مبني أدمانتي إلا سكون يا أصل عواقين إن ما رجولها وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومن ذو فتح وذو كسر وضم واتهي واكي أسلا كل هجر وكل يطح حتى مثال ذي سواك سيد ميسين هي مركب واسدا ويانو شيء لسكون يا أدمانتي واتهي ما شيء لبنان يا رماتي سكون باصل وهاي كده ينتهي. أربعة ويان سكون وهو الأصل وذلك النحو كم يا وضرب قرع يا وعن كم محكوم مثال هي وح الله لو حي اسم يسكون لو بنان بكون مثال هي وضربنا وح الله لو حي فعلها واتهي سكون لو بنان بكون مثال هي وعن وح الله لو حي حرف يسكون لو بنان بكون مثال هي سلاسة سدح مثال كوجيا لا وفضح فالحويان فالحويان وذلك النحو أين إيا وقام تاسي مركا كون نقونيسا ويو قماجة ومحوكا كاري أين أو اسمي أهيد إيا وقام
وواتاي فعل كي أهيد حرف كينا وكوغل كرايو إن نأيا لكن نأيا كأن نأيا سماركت وحرف إساقنا فتحة لقو بنين هيا هالكا إساقنا وكوغل هيا وضمن ضموية نحو حيث واتايق اسم جين بكابا كياني وفعل إساقنا ضمن لقو بنين مجري كاريان تهي وكسر كسر ويان وذلك نحو عمسي وجيري وحي لم يدويان كان اسم جين بكابا كياني وهذه تنتهي ثلاثة ويسدح لها وضمضي إيه فالحبي إيه كسرد واسدح لها حركة النائبة وحي كالنائب تهي عن السكون سكون كي كالنائب تهي وسكون كما دام وأصل يهي انت سي كالنائب تهي انت سي حويان بريه بالقوة حقسيهي لكن شيخنا أجروب يقول حكاها ضيا عرابكم كاها ضيا خلاص تاسي ملكا كون نقونيسا ملكا شيخنا انت وحينا الله ضيا باب الإعراب إعراب كوان قال دونا اللغة تحسين بالي هذا تبيين بالي هذا تغيير بالي هذا حق واته استراحنا الشيخين السيد إنو حذين هي وحال لي هذا حديثة تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إعراب هذا دوني سو واكن كل قواعد ويغن واته اليوم يذهب يكون يرقيون دونتا انتا سيكون حين دونتا لكن تنكدرك هو إعراب تغيير أواخر الكلمة ولي وهم جاين لي له تغيير أحوال أواخر الكلمة والصفة تغيير أواخر الكلمة كلمك إيه كلمك نو اسم إيه فعل حرف لو مجد شبه على بحثين هيا قاردونا حد يا أقسام مواضع يا علامات موضع الإعراب وحلي هذا اسمي يفعل ككوان بابد أنا يسألنا كودر وبابد كنا وحنا قلنا اسم ظاهر وحرف شبيه يفعل مضارع أنه نكر بالي مركب موضع الإعراب كاسو سديدة سهي كلمة كنا عحيا اللي إحنا أسماتها هي اللي بنا أفعلتها مركب كلمة كان هذا الوشي هي اسم يفعل يحرف ملو نجهده وحي اللي إعراب هي واسم ظاهر وحرف شبيه لحلي موضع كإيمان يسي إيه فعل مضارع أنه نكرر بير لبدي موضوعك إماري سيدي باسا لو تشلابا كان ينطق مركة تغيير أواخر الكلمة كلمة آخر يالكي سدورسون كودا بالي لها دورسون كاسو لبا عرماد من نقضاء إنو حقيقة النقضاء أي إنو حكم النقضاء لبا عمد بكون نخونيس حقيقة ريب مركة اللي لها دو مثنية وكالي تألف بالغو رفعيني جاء الزيداني حقيقة حرف المدوي يثبت درس مركز النصبين هي مركز الجر هي الوجه رأيت الزيدين مرتب الزيدين مركز وحال الدعاء وتغيير حقيقي جمع مذكر صارم والورف عنا يا جاء الزيدون وود حقيقة هام بحرف كيسب الدنيا يا بالونس بين الوجه رأيت الزيدين مرتب الزيدين إيه أسماء الستية وكلتة وادقرنا إسا وحاله رفعنا يا وو جاء أبوك وحاله نصبنا يا ألف حقيقة واسم الدل إساء رأيت أباك وحاله جرى يا مرت بأبيك ماذا كان وحال لي هذا هو تغيير وحقيقي اللي هذا وهذا تغيير وحكم آشرة وإيه قصد الزيد وكالاته إيه قمرك أترى هذا جاء الزيد أصل كيور موقوف بوها الزيد بوها وحالي الكلمة قبل التركيب ليس معربة ولا مبنية مركي واتهي عامل ورفع الله كينو اسبدالي وحكم كيبا اسبدالي سكون كأي الزيدون والقذي هادانا واتهي عامل نسبة لقريه ورأيت الزيدن باليه وحكم كيبا اسبدالي هادانا مررت بالزيدن باليه واتهي عامل جربة لقريه وبعد حرف كجاره وحايدا واتهي حكم كيبا اسبدالي وكسر اسبدال مركي واسداوية مركي اسبدال كنا تحصل مركي كونو قرهيا مركز وحكم لتغيير أواخر الكلمة كلمة آخر يالكيس إسبدل كيس يويان دورسون كيس لاختلاف العوامل عوامش إسخلاف كذا أو قد نقول دورسون هي لاختلاف العوامل دي قواتي نشيغني أو زيد وموقوفة جاء وكان عامل رفع جاء زيد وكان واتها عامل نسبيه ورأيت زيدا عامل جركي وكان واتها مرت بزيدا مركز إسبدل كواحا كان هي وعوامش إسخلاف إيسا أول الاختلاف العوامل عوامش إسخلاف كذا أول نقول الله دور صومه عوامش الداخلة إيقالي سي عليها على الكلم
كلمك أبوشي سجلس كلمك واحد لو وجه إذا أنا وحكون نقول هيا مواضع الإعراب السديد هذا اللحدة أسماء هذه يلودي أفعال شاهي لفظا من جهتك هذا الكلمة قدر صومه أو تقدير من جهتي قدرت إنه قدر صومه معنا هاللفظا تو حيكون سجلس حقيقة يو حكم تيب اللفظا بيكون جيران للشيخ هذا الكوكا دور سوما يا جاء زيد مركا بهذا قضية رأيت زيد رواقي بكا دور سوما يا هذا الكي مرت بزيد نواسداس كي حروف تايدا حقيقة يسبدلي سنة واسدا أو تقدير وحويا وهم قضبا مبجرو ومعركتي واتهي دور سوما هاي ووحل قدران بكا ينطخي ومثلا إيجا واتهي جاء الفتابة كور قضية لكن قذاركي ألفتني كو قدرني يا لي تعذر رأيت الفتاة بانكوري وكرر من يه الفتاة لكن وقدرني يا هي ألفتني كو قدرني مررت بالفتاة بانكوري ووصل من يه وكسر سنية كسره هنا ما موقضه وعمارك تي كو قدرني يا ألفت لي تعذر مرك أو تقدير من جهة تقديرك وكا إعراب ضربته إعراب هذا دون يسو كاسو كون قنايا تغيير أواخر الكلم كلمة آخر يا الكيس دورسون كيس الاختلاف العوامل عوامش إسخلاف كذا أول إنه الدرس عوامش الداخلة تجلس عليها على الكلمة لفظا من جهة اللفظ ينو كدورسون وتقدير من جهة التقدير ينو كدورسون خلاص أنت سنو قبحني حدي ونحن قواعد كوكو در والأرك دونتا إن شاء الله تعالى ناجن أقسام الإعراب إنه كجو دقلا إن سيدنا باب الإعراب قوام وأنت عن مواد الإعراب علامات الإعراب نبام معرفة علامات الإعراب من أول شيء دهنا. قال كان واتهاي أقسامتي حد من أول شيء هي. سيدي أنا وحنا الإعراب هي أجزاء الكلام كمرك اللي راه سقال به اسمه صدح وككومنا ظاهر يا مضمر يا مبهم. فعل كنا وككومنا ماضي مضارع يا أمر. حرف كنا وككومنا مختصم بالاسم ومختصم بالفعل ومشترك بينهما. اسم وظاهر كاها ولا كالاحقاب هي من حرف شبهي من حرف شبهي من حرف كشبهي هو مبني. مثل كان حرف كشبهي بها معربة. ظاهر كي حرف كشبهي هي مضمر هي مبهم سدح راس وابني. فعل كينا فعل كمضارع نونا ككرر بها معربة. كنونين كل حديث صدين أنه نسوتي ينوتو كده مباشرة يونو مبني إذن فعل كمضارع أنه كل حديث صدين ماضي أمر كسدح راسه وحين قرها يعني مبني عرف كنا لما أنت سواته هو مبني هذا مختص بالاسم إياه هذا مختص بالفعل إياه هذا مشترك بينهما إياه مركا السدع النقطة وحال قولي إياه بينه وحقوق انتيها بنها طبعا سقال كعقيبات وقنتية صدح اسمه صدح فعله صدح حرفه باب الإعراب إنه حيوق قنتية هي الاسم الظاهر الذي لم يشبه بالحرف أن يشبهن يو الفعل المضارع المجرد من النونين وهما نون توكيد المباشرة والنون الاسم خلاص مركو سيدا كوية هي أقسام تبين نقول كلنا أقسام الإعراب أفر ويان رفع يا نصب يا خفض يا جزم صدح سكوي أفر تاسكوي وقيب سمهيان ومختص يا مشترك بوقيب سمهيان مشترك وحويان رفعها يا نصبها اسم ظاهر كان حرف كشبين يفعل كمضارع نون كدر باري لو ضوضوا ولا رفع ولا نصب لكن خفضه اسم وقار كويه جزمهنا فعل كجار كويه. مرك وحيل لو ذاقي محل لو ذاقي لما ضحية وحيل لك ليه والله ليه محل لك ليه. خفضها واحد اسمه اللي وجهني ياري حويه. وحال وضحية واحد اللي وجهني ياري وحويان اسمه فروديه. فضيت كن حق وجهي مد وحويان مدرول كلا سكت السنة يا واحدة. يجا محمد هدي لي ذا تدي له بحية مت السنة يا الله هدي لي ذا إلهي ذاته سبحانه سبحانه وتعالى مركب مدلول كيسة واحدها خفضهنا وعروسيها حركة كسرة اللي إلى هذا وصلوا أو أصلوا أها وين عروسها مركب سيدة سامت كيف الله اسمها خفضها عريس اللوسي
فعل كان واحد جزمها لوسية فعل كوا عريس لأن مدلوله واحد لسكتو السنة يا مركب من شيئين حدث يا الزمن لا لا ستو السنة يا بكر قمت حدث يا الزمن لا لا ستو السنة يا مركي وسيداي هاي جزمون وافويد أصل كيس وسكون سكون واحد لو واحد وفود يا هاي مركا سواتي كي اصلا افعل كابا كيف الله اسكون كابا لسي ولتعدل بينهما لو هدي لبا عرس لي سجين لها وافعل كي إيه خفضه ويسلد دقي لها ين لبا فو هدي لي سجينها ويسلد دول لها مركا سلاسة تعدل مسمية ده انت مركا واسلا سفيري واقسامه اربعة افر وي رفع وي وحلوه الرئيسي حويان الرفع إعراب العمد بليد هذا تيرك إعراب كودي ويان شيء الله لا شيء تير ها إعراب كيس ورفع ويان وهذا فعلي إزاو كلامكم كمك اللي هذا معناها كلام من حاب مرك اللي هذا أركان تيس إيو تير الكيسو هدي فعلي فعلي ده هدي نايل فعلي ده هدي متدلي ده هدي خبر لي ده هذا ما هو هذا مرفوع نصبها واحد لو يروح الجسيين وحيكون خنيسا نصبها السيدة أصل كأها فعل كأكينا فعل كأوح نصبية مركا فعل كان حاجة عمل كأصل وأه السيدة أو قيد بمركا يسيغن اللي وحي جسية كدين طي خفضها محال اللي وحي جسية وحال اللي وحي جسية وحقار كوية هي اسمك اسمنا أشرف من الفعل فعل كإساء كأشرف بضن ساسا متك حقار كابا اللي وسور مريي وجزم محال اللي وقال المريي ويوعين وديتي ina iyo taaxur kama arkay intii kala dhamarka munaasabada sida ugu hormareen way aynuudi raf'u weeyo wa nasbu weeyo wa khafdu weeyo wa jazmu weeyo si u kala lahayn buu ku sheegayaa falil asmaay waxa uu sugnaaday min dalika raf'u baa sugnaaday wa nasbu baa sugnaaday wal khafdu baa sugnaaday wala jazma fiha asmaada dhexda kuma sugnaan wal il af'aali waxa uu sugnaaday min dalika arinka raf'u wa nasbu iyo wal jazmu wala khafdu wa khafdu fiha fiigada kuma sugnaan intan ma yar fiirinayna insha Allah ta'ala أما الإعراب فيبحث منه خمسة شن أيالك بحثين هيا حد تلمان وهي حد تلمان وهي وأقسام قبيال وهي وضابط وهي ومواضع وهي وعلامات وهي يقول الشيخ أنه حناصة وشيرو من حد أقسامتي حد هو إعراب كحديث لغة من جهة اللغة التحسين بالي هذا وناجن إلا نحن لحنك هذا اسكو وناجن سوء وصح والتبيين عدين بالي هذا معناه نوع عديا شيء هذا الإعراب في سجرة مر نبى ما دع كرتين إلى معنى سكر ويد ولا أساس أمرك هذا عربي ولا برتو كتاب كتاب قوات كإعراب أيو معنى سكب بدي سيء وتغيير اسم بدل ويان ووحل بدل هذا وكأنه يجا آخر كو اسم بدله هي إنه أركين لو أساس أمرك أكون قن هي معناه مناسبة وكذا حيث اللغة هي سلاح وصلاحا من جهة الشيس كان ففيه مذهبان باقصه وانا حدهما لفدي وي مذهب كان لفدي وسيدي سوا إلى مالك خلاص سيدي ستاسك وقاطي مذهب كان واتها إعراب كونه لفدي هاي فرقي أوكرا دحيانا واتقرن دون طا إن شاء الله تعالى يو إعراب كان لفدي أمرك اللي يجاهدو رفعي الضمو واسكم مدك الأرك وقوذان نصبئيو فالحانا واسكم مد وقرنون بلوتشي ذا خفضا إيا كسرانا واسكم مد وصلون بلوتشي ذا جزم إيا سكون واسكم مد وسكون بلوتشي ذا ملعب كلف ديا واساس أما ملعب كواتهي معنو جاها إيه هدي قشيخين وكدل سعند وانا هدي إلهي إلى هذا وحبا إسا قدان معها رفعا إيا واتهي الضمو وايو رفع هو وحجود ضمانه وعلامة كم دوت السنة صار إنه شيء غرف السنة ساسة مركا كون خنيسة مركا ساسة يكون كل بدليين يو واحد هان حركات كاس ووين هي النواب أنت بولف ذي اعتبارية لكن كان يسوق قبيال ووين ورفعية نسبية خفضية جزمية ووين هي علامات السنة هي ساسة أكل قاضا وأنا مدو الشيخ أنا كدرس عندور أحدهما لفظي وهو كاسنا أثر خادوي ظاهر مغضى أو مقدر لقدره ظاهر تواجه زيد رأيت زيدا مرت بزيد
أو مقدر إنه حيكون قرن استجاء الفتاة رأيت الفتاة مرت بالفتاة أثر كظاهر كما مقدر كه يجلبه العامل عامل كسو جيدا في آخر الكلمة ساسا ليلة شيخ أنا نتاق مدل صعندانا وثانيا معنوي ويان ولو حوصنا ذا حداني الأول هو ما جيء وحي للي يبدأ ليلة هذا إعراب به ما قال لبيان مقتضى العامل عامل كوح كينا هي ومن حركة حركة كبيانس وحالا لوحي حركة الإعراب هي ونبا مجا قال هي جاء زيد ورجال ومسلمات وموحدايسا يضرب وفعل كي مضارع حركة الإعراب هي زيد واسم مفرد كحركة الإعراب هي ورجال وجمع تكسير كحركة الإعراب هي ومسلمات عمرا نسكت ومن حركة حركة وحي حركة الإعراب هي ونبا مجا قال هي أو حرف حرف كان وحي حروف الإعراب هي قرا ومحدايسا يا الزيدان ألف بالإعراب هي والزيدون وجمع مكرسال يسكن وبا الإعراب هي وأبوك وأسماء الخمسية يسكن وهاته وبا الإعراب هي يضربون وفعل كي مضارع يسكن نوبا الإعراب هي أمرا ساس الله شمعيا أنت حركة حروف الإعراب هي أساسا هذا كاسن كتشم مني عمرا بقراءة هي أو حرف كبيانسا أو سكون سكون كبيانسا سكون كاشاه وحاجة ملحقة بالحركات بإسكان غضايا لم يضرب بإسكان دهيسا أو حد فينا محكون نقون هيا لا بعد ما بكون نقون هيا يو يكوجل هيا يا كوجل هيا واحد فينا واتهاي فعل خمسه واحد فينا ونص من هيا لن يفعل لن يفعلوا لن تفعلي يسوي له جزمين هي واحد فنون له جزمين هي لم تفعل لم تفعلوا لم تفعلي انت سكون نقول هي معناها هو صوب بس هي كده انت وصلوني الثانينا وكمتر ويانه تغيير اواخر الكلمه كلمه اخر يال كيس دورسون كودا بالي الى الاختلاف العوامل عوامل اختلاف كده او لا دورسون اس عوامل الداخله تجريسي عليها على الكلمه كلم كان وحال لو جيدا بين نري مواضع الاعراب كي ولح اسماء هي اللي بقى افعالها ساسا لو جمع كو دعيا عوامش داخله عليها على الكلمه لفظا ان جاءت لفظي انا كد وصلت تقديرا نعو جاء زيد ولفظي واي وا قدمي رايت زيدا ورايت زيدا ولا قربي ومرت بزيد ولا جري مكوان مغضابه كد انت سدح راسه سوى مقدر انا واكن وجاء الفتاة نكي شاب كابا يمد ضمه بقدر ورأيت الفتاة وعقد انا ليك يسونا فتحي ومرت بالفتاة كسره بقدر وخرج بقولك وحكوب بحل اختلاف العوامل ستة اشياء ويتخلص من التقاء الساكنين تاوي بحضي عامل لما دور سنت لم يكن الذين كفروا لم يكن ايقوص لواس وفعل كيوم مجزوم بالسكون ايه الخاصة كان برتب الله أصدقى عامل مبدلين مارك ما يجن سؤال أن يسو قليل وحالي لها الاختلاف العوامل مارك اللي لها احتلاز بي لها عامل الآن دور صوم مجرى ها وإنسا واكن كو كان قد الخاصة كنين بالله دور صوم والإتباع ويا نحو الحمد لله الحمد الحمد بأيت محال الحمد لله لله لا صار راعين هي بكسر الدالي حالي يهمي كسوان اتباع راعت اتباع راعتان لله الجر للخائن هي يو الحكاية تاسمك مركا كون نخلصة أما وهي تخلصه والحكاية الأساس يسويهن وهي تخلصه ويان وتملت غاي ساكنين والاتباع ويان والحكاية ويان نحو مرت بزيد ما صامري من زيد وصص مرت بزيد ما صامري مركا ساتيري السؤال كانت من زيد من تاس هو اسم استفهام من عرس يكون في محرف مبتدئ زيدنا وخبرك مرفوع بالمبتدئ وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع منه لا يشتغل محل بحركة الحكاية تيب زيد انت جرب بلغة حكاية نية من زيد مرك عامل ما بدل لنا حكاية لا بدل شيء كان انت وصدويا ويا هاي والنقل ويا نقل هو بدلاء نقل كان وابد حق على الكعين نحو قد افلح المؤمنون قد يافلح بيت مركز ساعة
aflaxada hamsadeedii baa la qaaday markaasaa daashiis kuna sii daray qadaf bay noqotay way iska dhacday marka qadaf baa dhahsaa qadaf laxal mu'minuuna walaa qriib bifadxi daal xaali yamin ku sugan walmujaawaratu weeyaan nahwu haadaa juxru dabbin maase godkeed weeyaan juxrigaasoo kharibin kharibin eega waa la jaray maxaa loo jaray waa naatu limarfuucin oo juxrida dabintana mudaafilihi la darsay saas la waxay bikasri kharibin xaali yamin ku sugan walmujaawarati lidabbin deh iyo watawahum weeyaan nahwu lastu qaa'iman walaa qaacidin bikasri qaacidin xaali yamin ku sugan walitawahumi walitawahumi jari khabari laysa bilbaa'i khabarka laysa sida badan baaba lagu jaraa marka waxaad maraysay lastu biqaa'imin inuu inaad tiri walaa qaacidin unbaad marka dhahaysa marka tawahum weeyaan marka waxyaabaha isla bedela maxay ku noqonhayaan ee ku isla bedelahaya waa lix shay si kuu sheegay atakhallusu min iltiqaa'i saakiniin itibaacii xikaayadii naqligii mujaawaradii tawahumkii lixdaa shay baa la yidhahaya liikhtilaaf alcawaamir bay ku baxayaan aynu intaasiba baxna intaas waxay ku noqonaysaa waa wixii ixtiraaskii liikhtilaaf alcawaamir ee ugu baxayay waaqsaamu arbacatun weeye rafcun weeye waa nasbun weeye waa khafdun weeye waa jazmun weeye rafcii buu kuu qabanhayaa waxoogay xaddii luqad iyo istilaaxiyi alrafcu luqatan alculuwu sarayn baa la yidhaahdaa waalirtifaacu alculuwu sarayn iyo walirtifaacu kornoqosho alculuwu sarayn iyo walirtifaacu kornoqosho waistilaaxan jaata heshiiska culimmadu ay ku heshiiyeenna takyiirun doorsoon baa la yidhahda makhsuusun la khasisay calaamatuhu waxaa lagu garanhayana addamatu waa bilaal iyo wamaanaaba canha wixii ka naaib ah waa doorsoon la khasisay calaamatu addamatu wamaa naaba canha markii sida laleeyay waa ciraabku inuu macnagu yahay buu ku dul socdaa laakiin haddii uu yahay waa tahay lafdii addamatu wamaa naaba canha baa la dhihi lahaa rafcu waaba sidaas wasumiya arrafcu rafcan baa lagu magacaabay waa lirtifaaci shafatayni labada shafatayn kornoqoshkooda cinda nutqi bihi bicalaamatiidhe calaamadiisa markii lagu hadlo yaa damma waa sidaasa ka dhigan tahay marka labada bishood baa soo kornoqonaya markii calaamadiisa bihi bicalaamati halkaas adahaysaa wanasbu luqatana alistiwaau sarayn ba kaansha la yidhahda walistiqaamatu toosini wa nasaba zaydun daharo markii la yidhaahdo macnaha waa toosiye waa ekeeye ka dhiganta wastilaaxan jaata heshiiskana takyiiru doorsoon baa la yidhahdaa makhsuusun la khasisay calaamatu waxaa lagu garanaya alfatxatu weeyaan iyo wamaa naaba canha wixii ka naaiba wasumiya nasbu nasban baa lagu magacaabay waa lintisaabi shafatayni labada shafatayn ayaa oogmahayo sa waxay ismahaye cinda nutqi hadal bihi bicalaamati calaamadiisa markii lagu hadlo ama fadxa dhe ama maftuux dhe waa sidkaad weynin walkhafdu luqatana alkhuduucu khuduuc baa la yidhahda tadallul isdulleyn waistilaaxana takyiirun doorsoon baa la yidhahdaa makhsuusun oo la khasisay calaamatuhu waxaa lagu garan hayana alkasratu kasre weeyaan iyo wamaa naaba canha wixii ka naa'ib ahaa sumiya alkhafdu khafdan baa lagu magacaabay waa linkhifaadi shafati bishintii hoos u dhaceeda asifla hoosaysay cinda nutqi bih hadalka waa tahay agtiisa cinda nutqi bih waljazmu jazmihina luqatan min jaati luqada alqadcu baa la yidhaahdaa qadci baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa shayga jaasimka ah aakhirka hadduu xarako ka helana xarakadu gooyaa haddii uu waa tahay xaraf ka helana xarafu gooyaa baa la yidhi alqadcu goon weeyaan waistilaaxan min jaati heshiiskana takyiirun doorsoon weeye makhsuusun lakhasisay calaamatu waxaa lagu garanaa sukuun weeyaan iyo wamaa naaba canhu wasumiya aljazmu jazmin baa lagu magacaabay waa linqidaa'il xarakati xarakada go'itaankeeda cinda nutqi bihi bicalaamatihi lagu hadlo ama cinda nutqi bihi biljaazimi jaazimka markii lagu hadlo ama waa tahay jaazimka markii lagu hadlo inta aqsaamtiiba nooga baxnay wa daabiduhu icraabka daabidkiisuna ithnaani weeyaan alismu daahiru alladii lam yashbah dheh alxarfa xaraf aan shabihin iyo walficlu almudaarica almujaradu laga dhartiray minaan nuunayni wamaa nuun tawkiidi almubaashirati oo nuun iswati weeyaan wa mawaadicu thamaaniyatun sideed weeyaan weeye qismaani weeyaan asmaau wa afcaalun falasmaau
ستة هما السكون والحذف. الله سبحانه وتعالى.